متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، ونبدأها بتوقعات الأحوال الجوية نهار يوم الأحد، حيث يتوقع أن يستقر الطقس مؤقتا نهار الأحد في عموم المناطق بعدما سادت بعض الأحوال الجوية غير المستقرة خلال الأيام الماضية، كما يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات حرارة سيما في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، فمثلا في الدمام تهبط إلى 34 درجة مئوية بعدما سجلت تقريبا 40 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين. كذلك الأمر هو في العاصمة الرياض 33 درجة مئوية، تبقى عند حاجز 30 درجة مئوية في جدة و25 في مرتفعات أبها، مع فرصة لبعض الأمطار الرعدية في تلك المناطق لكن بشكل محدود، في تبوك 24 وفي المناطق الشمالية 25 درجة مئوية. نهار يوم الاثنين يتوقع أن تتأثر المناطق الشرقية من المملكة تحديدا بحالة من عدم الاستقرار الجو، حيث يتوقع أن تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في تلك المناطق مع انخفاض كبير جدا على درجات الحرارة تصل إلى 25 درجة مئوية فقط العظمى في منطقة الدمام بعدما كانت تسجل في بدايات الأربعينات خلال نهاية الأسبوع الماضي. 27 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى متوقعة في العاصمة الرياض مع نشاط في سرعة الرياح، وبالتالي هناك أتربة مثارة في المناطق الوسطى، تكون 25 درجة مئوية في مرتفعات جنوب غرب المملكة، 31 في جدة، 27 في تبوك و26 في المناطق الشمالية، مع أجواء مستقرة عموما في هذه المناطق، وتكون حالة عدم الاستقرار الجوي متركزة في المناطق الشرقية، ولا يستبعد أن تكون بعض من هذه الأمطار الرعدية غزيرة وتؤدي إلى جريان الأودية في تلك المناطق. يوم الثلاثاء يتوقع أن تتأثر المملكة بامتداد لمنخفض البحر الأحمر، حيث أيضا ناتج عن تقدم لهواء بارد في طبقات الجو العليا في من المناطق الشمالية، يلاقيه التدفق لهواء بارد وكتلة هوائية رطبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية أيضا، حيث يتوقع نشوء حالة واسعة من عدم الاستقرار الجوي تمتد لأكثر من يوم، يوم الثلاثاء و الأربعاء. فكما سنلاحظ على هذه الخريطة إذن يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر المناطق الوسطى من المملكة على وجه التحديد بذروة هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، حيث من المتوقع أن تصحب بزخات رعدية غزيرة من الأمطار تبدأ مع ساعات عصر ومساء الثلاثاء وتستمر حتى نهار يوم الأربعاء. هناك توقعات بوجود أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول في مناطق واسعة من وسط وجنوب شرق المملكة والمناطق الشرقية من المملكة، وتمتد أيضا نحو المناطق أيضا الجنوبية والجنوبية الغربية للمملكة على حد أقل قليلا تلك المناطق الواقعة إلى المناطق الشمالية والغربية من المملكة وبعض الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة. ستحدث الآن بتفصيل أكثر عن كيفية تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة والممتدة لعدة أيام على سماء المملكة. إذن توقعات الأحوال الجوية يوم الثلاثاء، الأمر الأول هناك رياح قوية جدا ويتوقع أن تؤثر على مناطق تبوك و الجوف وسكاكا وأيضا المناطق الحدودية مع الأردن، تؤدي إلى حدوث عواصف ترابية قوية. هذه الأحوال الجوية المتوقعة يوم الثلاثاء مترافقة مع فرصة لهطول أمطار رعدية في هذه المناطق، تكون درجة الحرارة تقريبا 23 درجة مئوية العظمى في تبوك و23 درجة مئوية أيضا في المناطق الشمالية. في جدة الأجواء مستقرة بعيدة كل البعد عن تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون العظمى 31 درجة مئوية. في جبال جنوب غرب المملكة يتوقع أن تشتد الأمطار الرعدية يومية هناك وتسجل درجة حرارة 25 درجة مئوية. في العاصمة الرياض يتوقع أن تتهيأ الفرصة تدريجيا اعتبارا من ساعات العصر والمساء لتساقط وهطول أمطار رعدية ربما تكون غزيرة حتى في العاصمة الرياض مع ساعات الليل ليلة الثلاثاء على الأربعاء، وتكون العظمى 29 درجة مئوية. تكون الأجواء غالبا صافية في الدمام مع درجة 29، إلا أنه في ساعات الليل المتأخر يتوقع أن تبدأ بعض السحب الرعدية أن تكون قادمة من المناطق الوسطى تتجه باتجاه المناطق الشرقية وتؤثر على الدمام. ذروة هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي نهار يوم الأربعاء، إذ يتوقع أن تهطل أمطار رعدية غزيرة في عموم المناطق الوسطى والشرقية من المملكة بما فيها أيضا العاصمة الرياض، مع انخفاض على درجات حرارة في بعض المناطق، وتمتد هذه الأمطار وصولا إلى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة وعلى مرتفعات أبها والعسير والباحة، حيث يتوقع أن تهطل أمطار رعدية غزيرة في تلك المناطق تسجل تقريبا في مرتفعات جنوب الغرب المملكة 23 درجة مئوية، في العاصمة الرياض 25
28 في الدمام. في المناطق الشمالية تكون الفرصة إذا متاحة لأمطار رعدية ودرجة حرارة 26 درجة مئوية. في تبوك تبقى الأجواء بعض الشيء مغبرة كنتيجة للرياح القوية التي ستكون أثرت قبل بيوم، وتكون درجة الحرارة العظمى 25 وتكون 31 درجة مئوية في جدة، وأجواء مستقرة للغاية في منطقة جدة. تتراجع هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الخميس كما نلاحظ، ولكن يقابل ذلك هبوب رياح نشطة قوية على المناطق الشمالية من المملكة، ومع ارتفاع لافت على درجات الحرارة في هذه المناطق، بالإضافة إلى مدينة جدة التي توقع أن ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل لافت نهاية هذا الأسبوع، تصل إلى 37 درجة مئوية في جدة. تبقى الفرصة مهيئة لأمطار رعدية فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة، وتكون درجة الحرارة 24 في العاصمة الرياض، أجواء مشمسة 28 درجة مئوية في تبوك، 29 رياح نشطة وأتربة مثارة. كذلك الأمر هو في المناطق الشمالية 28، وتبقى الفرصة مهيئة لبعض الأمطار الرعدية سيما في ساعات الصباح في منطقة الدمام، ودرجة الحرارة تكون 30 درجة مئوية في ساعات النهار. نختم هذه النشرة الجوية الأسبوعية بالأحوال الجوية المتوقعة يوم الجمعة، حيث من المتوقع بمشيئة الله أن تنشط ويستمر هبوب رياح قوية في المناطق الشمالية وتصبح مغبرة بشكل لافت نتيجة استمرار هبوب الرياح الغربية والجنوبية الغربية هناك، مع ارتفاع على درجات تصل ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية في مناطق الحدود الشمالية ومنطقة تبوك، 35 درجة مئوية في جدة، ولكن أجواء حارة نسبيا لا أمطار، أمطار رعدية تستمر بشكل يومي على مرتفعات جنوب غرب المملكة وتصل إلى 24 درجة مئوية. تتهيأ الفرصة من جديد لأحوال جوية غير مستقرة وبعض الأمطار الرعدية في العاصمة الرياض يوم الجمعة المقبل مع 31 درجة مئوية، وتكون أجواء مشمسة 31 درجة مئوية في منطقة ومدينة الدمام. إذن هذه هي التوقعات حتى الساعة بالنسبة لهذا الأسبوع، حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقعة في أجزاء واسعة من المملكة بما فيها العاصمة الرياض. ربما تكون هذه الفرصة الأفضل منذ عدة شهور لأن تشهد العاصمة الرياض أمطار رعدية غزيرة. ابقوا دائما على تواصل ومتابعة لآخر مسجدات الأحوال الجوية عبر تحميلكم لتطبيق طقس العرب أو متابعتنا عبر منصات طقس العرب المختلفة، ولا تنسوا دائما تفعيل زر الاشتراك الجرس بقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.